الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة التنظيم لهذا المؤتمر متمثلة في هيئة علماء المسلمين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتنظيم هذا المؤتمر الذي أشارك فيه بورقة علمية بعنوان جهود العلامة محمود شكر الألوسي في علوم الحديث من خلال كتابه عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر. فانطلاقا من محبة العلم وأهله والمساهمة في بيان جهود علماء الأمة الإسلامية من خلال الفعاليات العلمية والتي من ضمنها المؤتمر العلمي الثالث الحركتان الفكرية والعلمية في العراق في العصر الحديث، وقع اختياري على دراسة جهود العلامة الألوسي رحمه الله تعالى، والتي تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بعلماء الأمة الإسلامية وبيان مكانتهم العلمية ومن بينهم علماء العراق، كذلك إبراز الجهود الحديثية للعلامة الألوسي رحمه الله والاستفادة منها، كذلك الوقوف على الإضافات التي أبرزها العلامة الألوسي رحمه الله تعالى. قسمت البحث إلى مبحثين، في كل مبحث مطلبان. المبحث الأول التعريف بالعلامة الألوسي وكتابه. لا بد لمن يتصدى لدراسة كتاب عالم من العلماء أن يعرف به وبكتابه ليكون معلوما لدى القارئين. وفي هذا المبحث أتناول التعريف بالعلامة الألوسي وكتابه عقد الدرر من خلال المطلبين التاليين. المطلب الأول التعريف بالعلامة محمود شكر الألوسي. هو محمود شكري المكنى بأبي المعالي ابن السيد عبد الله بهاء الدين ابن أبي الثناء السيد محمود شهاب الدين الألوسي المفسر، وينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ونسبته إلى ألوس وهي بلدة على الفرات قرب عانات والحديثة. ولد صباح يوم السبت عام 1857 للميلاد في رصافة بغداد، ولما بلغ من العمر 8 سنين ختم القرآن الكريم وشرع في قراءة بعض الرسائل، وقرأ طرفا من العربية على والده، ثم أناخ مطايا التحصيل على الشيخ الفاضل إسماعيل الموصلي رحمه الله تعالى، وكانت له مجالس في مساجد بغداد للوعظ والإرشاد، وخصوصا في جامع الإمام الأعظم الواقع في الأعظمية، حيث استمر إماما وخطيبا في جامع أبي حنيفة لمدة 40 عاما، وكان الشيخ محمود وابن عمه الشيخ علي الألوسي من رواد مجلس بيت الشيخلي. شيوخه للعلامة الألوسي رحمه الله عدة شيوخ، أذكر أهمهم عبد الله بهاء الدين الألوسي، والده أبو البركات نعمان خير الدين إسماعيل بن مصطفى الموصري. مؤلفاته، قد وفقه الله تعالى لتأليف عدة كتب ما بين مطبوع ومخطوط تربو عن 50، وهي موجودة طبعا لاختصار. المطلب الثاني التعريف بالكتاب عقد الدرر. عنوان الكتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر، وهو شرح على المختصر من نخبة الفكر لعبد الوهاب بن أبي البركات الشافعي الأحمدي، كان حيا عام 1736 للميلاد. والمختصر هذا هو مختصر لنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقد درج العلامة على أسطوب أهل الحديث في شرحهم، فبسط كثيرا من المسائل على وجه الإيجاز مع ذكر الشواهد والأمثلة، كما قام بإضافة مباحث تعريفية لعلم الحديث كالتعريف بمقدمات علم الحديث والتعريف بمراحل التصنيف في الحديث، كذلك أدوار طالب علم الحديث. المبحث الثاني منهجه في عرض المسائل الحديثية. لكل مؤلف منهجه في التصنيف يبرز فيه ما تناوله في كتابه، وفي المطالب التالية أعرض أهم ما تناوله المصنف من قضايا ومسائل. المطلب الأول الحكم على الأحاديث. يعد كتاب عقد الدرر من كتب مصطلح الحديث التي تحتوي على أمثلة وشواهد يؤتى بها لتوضيح وتقريب المسائل، وتشكل الأحاديث النبوية نسبة كبيرة من هذه الأمثلة موزعة على مختلف متون الحديث، فمنها الصحيح ومنها الضعيف. وفيما يلي أعرض منهجيته في حكمه على الأحاديث. أولا أحاديث الصحيحين أي البخاري ومسلم. عند تناول المصنف لأحاديث الصحيحين يكتفي بعزوها إلى مصادرها كونها متفق على صحتها، وهذا منهج أهل الحديث. ثانيا الأحاديث في غير الصحيحين، وإذا كانت الأحاديث المستشهد بها في غير الصحيحين فإن المصنف رحمه الله تعالى أحيانا
يصرح بالحكم على الأحاديث وأحيانا لا يصرح. فمن الأمثلة على الأحاديث التي ذكرها وحكم عليها حديث آل محمد كل تقي قال لكن سنده ضعيف. وهناك عدة أحاديث لم يصرح بالحكم عليها كحديث كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقد يكون طبعا هذا الحديث ضعيف اكتفاء بضعفه جمهور العلماء على ضعفه. البطب الثاني مصادره وتوظيفه للعلوم الأخرى. إن كثرة مصادر المصنف وسعة اطلاعه دليل على غزارة علمه، فالذي يريد التصنيف في أي علم ما لا بد له من البحث والتفتيش عن الدراسات السابقة في الموضوع الذي يدرسه. والمصنف رحمه الله تعالى قد أثر هذا السفر بكثرة المصادر وتنوعها. وفيما يلي أعرض أهم أنواع هذه المصادر. أولا كتب أصول الفقه. يقول المصنف في أثناء كلامه عن الحديث المتواتر: وذهب قوم إلى أن للتواتر عددا معينا لا يحصل العلم بأقل منه، والقائلون بذلك اختلفوا في ذلك واضطربوا، فقيل أقله 10، وإليه ذهب صاحب القواطع. قلت يقصد بذلك كتاب قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني. وقال في موضع آخر: وفسر ذلك إمام الحرمين في البرهان. البرهان طبعا إمام الحرمين في أصول الفقه. ثانيا كتب الحديث، حيث قال في مسألة رفع اليدين في الصلاة: وقد أفرده البخاري بالتصنيف، وهو جزء مطبوع تناول فيه المصنف أي البخاري رحمه الله مسألة رفع اليدين عند الركوع عند الرفع منه. ثالثا كتب اللغة. أثناء شرح المصنف لمسألة التواتر أيضا التي أحد شروطها الجمع، قال: والمراد بالجمع ما زاد على الأربعة، وسائر هنا بمعنى جميع، وقد أنكر قوم إطلاقه عليه كالحريري في الدرة. وفي موضع آخر قال: وفي القاموس الخف بالكسر الخفيفة والجماعة القليلة. ويمكن تلخيص هذه المصادر فيما يلي: درة الغواص في أوهام الخواص للحريري، شرح سقط الزند لابن السيد البطليوسي، القاموس المحيط للفيروز أبادي، وغيرها من المصادر. المبحث الثالث منهجه النقدي في الكتاب. إن المتتبع للمصنفين الذين يشرحون كتب غيرهم أو يختصرونها تجدهم يوظفون المناهج العلمية التي تخدم عملهم العلمي. ومن ضمن هذه المناهج المنهج النقدي، حيث نرى المصنف أثناء عرضه الأقوال يستوقفه ما يراه موضع النقد، فهو يرى أنه لا بد من إبداء رأيه. وفي المطالب التالية أعرض أهم المسائل التي تناولها المصنف بالنقد. المطلب الأول تعقبه على من سبقه. أثناء عرض المصنف لمسألة الحديث المشهور قال: وقد اضطرب كلام الحافظ في شرح الحافظ ابن حجر في شرحه في هذا المقام، فصرح أولا أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا إلى آخر كلامه. المطلب الثاني إبداء المناسبة في عرض المسائل وإعراض عن التطويل. فأحيانا نرى العلامة الألوسي رحمه الله يعرض عن التطويل أثناء الشرح تخفيفا على القارئ. ومن الأمثلة على ذلك قوله: ومما يدل على رفع الحديث قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع. ثم قال: والتفصيل في الأصول الفقهية. المثال الثاني قال: ولعلو الإسناد أقسام أخرى تطلب من المطولات. ثانيا إبداؤه المناسبة في عرض المسائل. في أثناء شرحه لمسألة الحديث المقلوب أبدى تصرف مؤلف المختصر للمناسبة بين أنواع القلب قائلا: وإنما قدم المصنف القلب في السند على الذي في المتن لأنه بصدد بيان الضعن في الراوي. الخاتمة والنتائج. فبعد هذه الرحلة الماتعة في ظلال هذا البحث توصلت إلى نتائج وتوصيات جاءت على النحو التالي. أول النتائج: يعد العلامة محمود شكر الألوسي رحمه الله من علماء العراق البارزين الذين لهم الأثر البالغ في الحركة العلمية. العلامة الألوسي صاحب ملكة في العلم واطلاع واسع، تبين ذلك من خلال تنوع مصادره وتوظيفه للعلوم الأخرى في عرض المسائل. العلامة الألوسي رحمه الله منهج نقدي مستند على أدلة واضحة. العرض المبسط مع الإعراض عن التطويل سمة واضحة لدى العلامة الألوسي. ثانيا التوصيات: دراسة بقية مصنفات العلامة الألوسي وإبرازها المكتبات، عقد المزيد من الملتقيات العلمية للتعريف بمثل هؤلاء العلماء. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.